السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بمشاهدينا الكرام، أتمنى من حضراتكم دعم الفيديو بالإعجاب والمشاركة والإشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سعر الدولار اليوم في البنك والسوق السوداء. استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 30 جنيه و84 قرش للشراء، 30 جنيه و93 قرش للبيع. بينما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء حيث وصل إلى 50 جنيه و50 قرش للشراء، 51 جنيه و50 قرش للبيع.